بارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من دروس التعليق على مختصر البخاري المسمى بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام الزبيدي عليه وعلى إمامنا البخاري عليه وعلى إمامنا البخاري رحمة الله تعالى. توقفنا في كتاب الصيام عند باب صيام أيام التشريق. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب صيام أيام التشريق. عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. المصنف رحمه الله اختصر بابين قبل ذلك، وهما بابان متعلقان بالأيام التي يحرم صومهما. فصنف البخاري رحمه الله تعالى باب صوم يوم الفطر وباب صوم يوم النحر. وحين نأتي إلى أيام التشريق لابد أن نذكر أولا أنه يحرم صيام أيام العيد، أو يحرم صيام يومي العيد على وجه التحديد. فلا يجوز أن يصام يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة، ولا أن يصام يوم عيد الفطر وهو يوم الأول من شوال. ما عدا هذا الأمر فيه نقاش وحوار. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى جاء بباب صيام أيام التشريق، والمقصود النهي عن صيام أيام التشريق، وساق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا هو الأصل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تصام هذه الأيام أيام التشريق، وأخبر أنها أيام أكل وشرب، غير أنه ورد استثناء في هذا الباب، وهو لمن كان متمتعا ثم لم يجد الهدي، فإن له أن يصوم عن هذه الأيام بدءا من أول أيام التشريق. أول أيام التشريق هو يوم 11 من ذي الحجة. وهل هذه الأيام يومان أم ثلاثة؟ خلاف، والراجح أنها ثلاثة أيام، من 11 إلى 13 من شهر ذي الحجة. سميت بالتشريق لاعتبارات: الاعتبار الأول لأن فيها يقع نشر اللحم بعد الذبح الذي يكون في يوم العاشر، فينشر هذا اللحم ويقطع ويكون هذا تشريقا، أو لأن صلاة العيد لا تكون إلا عند أو بعد شروق الشمس بقليل، أو لأن النحر الذي يجب في يوم النحر لا يكون إلا بعد شروق شمس يوم النحر. فهكذا قيل في سبب تسمية هذه الأيام بأيام التشريق. الأصل كما قلنا عند العلماء أنه يحرم صيام هذه الأيام. جوز الإمام البخاري صيامها للمتمتع، ولذا صنف فقال: باب صيام أيام التشريق. متى يجوز ذلك للمتمتع؟ عند عجزه عن الهدي. قول الأئمة الأربعة أو مذاهب الأربعة مع الظاهرية هو حرمة الصيام، وحرمة الصيام، لكن ورد عن بعض السلف من الصحابة ومن التابعين أنهم صاموا هذه الأيام، ولعل هذا محمول على ما يتعلق بحال العجز عن الهدي. أيضا من الأيام التي ينهى عن صيامها بعد أيام العيدين وأيام التشريق، ينهى عن صيام يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان. إذا شك الناس أو تسامع الناس بأن أحدا رأى الهلال ولم يثبت ذلك، يعني قيل إنه قد رؤي الهلال ثم لم يثبت ذلك، أي لم تقم الشهادة، أي لم يأتي الشاهد العدل الذي على شهادته يصوم الناس، فصار هنا نوع شك
يقولون هذا هو يوم الشك الذي نهي عن صيامه. ولعله قد مر أن الحنابلة يقولون بأن يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية هلال شهر رمضان غيم أو قطر فإنه يصام اليوم الآتي الذي هو يوم الثلاثين بنية رمضان احتياطا للعبادة. واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر راوي هذا الحديث وفعل طائفة من الصحابة معه. لكن في حال إن الرؤية لم يحل دونها غيم ولا قطر ولم يرى الهلال وتسامع الناس بأن الهلال قد رؤي ولكن لم تثبت هذه الرؤية، هذا عند الحنابلة لا يجوز صومه أيضا لأنه لم يحل دون رؤية الهلال غيم ولا قطر، فيمنعون من الصيام وفاقا للجمهور. أيضا من الصيام المحرم لا لذاته وإنما لغيره أن تصوم المرأة نفلا وزوجها شاهد، يعني أن تصوم نفلا وزوجها شاهد بغير إذنه، تصوم المرأة بغير إذن زوجها وهو حاضر، هذا مما يتناوله النهي إلا أن يأذن الزوج. هذا أيضا باتفاق المذاهب الأربعة على تفاصيل بينهم في منعها من الصيام وحكم هذا الإذن الذي يجب أن تحصل عليه من زوجها والسبب الذي يبيح لزوجها أن يحملها على الفطر إذن أيام التشريق يضاف إليها أيام الأعياد، يضاف إليها يوم الشك، وألا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. وكذا الأيام التي نهي عن إفرادها بالصيام، كما لو صام الجمعة مفردا لها أو صام السبت مفردا إياه، فهذا مما تناوله النهي كما مر معنا آنفا. هذه كلها أيام ينبغي أن يتنبه الإنسان لها. ثم صنف البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب صيام يوم عاشوراء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. كأن صيام يوم عاشوراء مر بمراحل، أن يصومه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من غير إيجاب، وهذا كما تعبر رضي الله عنها بأنه صيام كانت تصومه قريش في الجاهلية، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام لما بعث أي في مكة صامه أيضا، صامه في جاهلية ثم صامه في إسلام، ثم لم يأمر بصيامه في مكة، فلما جاء إلى المدينة أمر بصيامه، فصار الصيام لعاشوراء أمرا واجبا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مر معنا أنه أمر من كان قد أكل أن يمسك، ومن كان قد صام أن يتم صوم يوم عاشوراء. إذن هذا دل على أن المرحلة الثانية له أنه صار واجبا، ثم نسخ الوجوب في مرحلة ثالثة حين فرض الله تعالى صيام شهر رمضان. فلما فرض صيام شهر رمضان كان هذا بمثابة النسخ لصيام يوم عاشوراء. ولهذا قالت رضي الله عنها: فمن شاء صامه ومن شاء تركه، فهذا يدل على نسخ الوجوب وبقاء الاستحباب، لأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة، وأنه عليه الصلاة والسلام أمر بصيام التاسع والذي بعده، يعني صار من السنة أن يصام التاسع وأن يصام الحادي عشر بالإضافة إلى العاشر،
وعلى خلاف بين العلماء، فمنهم من ذكر أن صيام يوم عاشوراء على رتب، الرتبة الأولى وهي الأعلى أن يصام يوم عاشوراء ويوم التاسع والحادي عشر، ثم رتبة دون ذلك وهي أن يصام يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده، ثم الرتبة الأدون وهي أن يصام عاشوراء فحسب، هذه رتب ثلاث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال: أنا أحق بموسى منكم، أو قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فهذا توقيت إيجاب صيام يوم عاشوراء بالمدينة، وهذا على ما يظهر أنه كان في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المسلم أن يستشعر هذه الرابطة التي تربطه بأنبياء الله تعالى ورسله، وأنه ليس بيننا وبين أحد من رسل الله خصومة، وأنه لا يتم لنا إيمان ولا إسلام حتى نؤمن بنبي الله موسى ونؤمن بنبي الله عيسى وبكل نبي ورد ذكره في القرآن تفصيلا وبأنبياء الله تعالى جميعا على وجه الإجمال. فعقيدة أهل السنة الإيمان بمن ورد ذكره في كتاب الله وفي السنة الصحيحة تفصيلا، والإيمان بكل من أرسله الله عز وجل جملة إلى البشر، هكذا ركن الإيمان بالنبيين، ركن الإيمان بالمرسلين، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، أي في الإيمان، فنحن نؤمن بأنبياء الله تعالى جميعا من غير تفريق بين نبي وآخر. أما التفضيل فمبحث آخر، أما التفضيل فمبحث آخر. النبي عليه الصلاة والسلام أحق بموسى لأنه على الإسلام الذي جاء به موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، على الدين الذي بعث الله تعالى عليه نبيه موسى، إن الدين عند الله الإسلام من غير ما تحريف ولا تبديل، الإسلام الذي يعني التوحيد الخالص لله عز وجل، العبادة الخالصة لله تبارك وتعالى، هذا ما بعث به نبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. إذن قوله: فأنا أحق بموسى منكم، هذا حق، وكل مسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بموسى وعيسى من أتباعهم الذين ضلوا طريقهم وغضب الله عليهم. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على كتاب الصوم لننتقل إلى كتاب صلاة التراويح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة التراويح. التراويح جمع ترويحة، تراويح جمع ترويح، وهي المرة الواحدة من الراحة، كما تقول تسليمة، المرة الواحدة من السلام، فترويحة يعني المرة الواحدة من الراحة. لماذا سميت هذه الصلاة بالتراويح؟ لأنهم كانوا يطيلون القيام رضي الله عنهم، فكانوا إذا صلوا ركعتين أطالوا القيام حتى احتاجوا إلى أن يرتاحوا بين كل ركعتين وركعتين، فكانوا إذا صلوا ركعتين جلسوا يستريحون قليلا ثم قاموا إلى الركعتين اللتين تلي هاتين الركعتين الأوليين، وهكذا سميت هذه الصلاة بصلاة التراويح. فهذا يدلك على أنهم رضي الله عنهم كانوا يطيلون القيام في التراويح إطالة عظيمة. قد ورد أنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، يعتمدون على العصي من طول القيام في هذه الصلاة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن هذه الصلاة التي سميت بالتراويح اصطلح على أن هذا الاسم هو اسم قيام شهر رمضان، قيام شهر رمضان يسمى بالتراويح أيا كان العدد
وكيف كانت تلك الصلاة. فهذه الصلاة التي تبتدئ من بعد صلاة العشاء الآخرة وينتهي وقتها بدخول وقت الفجر، هذا الوقت كله وقت صلاة التراويح. فكل صلاة تصلى في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان المعظم تسمى بصلاة التراويح. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من قام رمضان. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. ثم قال: تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة وبينهما مخالفة في اللفظ، وقال في آخر هذه الرواية: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. هنا حديث أورده المصنف اختصارا اعتمادا على ما ورد نقله في كتاب الصلاة. هذا الحديث بتمامه هو حديث عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى رجال بصلاته. فلما تحدث الناس بهذا الحديث كثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، الليلة الأولى ثم الليلة الثانية ثم الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فصلى بصلاته أو فصلوا بصلاته. في بعض الروايات أنه لما جاءت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، عجز المسجد عن أهله. تقول: فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، يعني لم يخرج. لما رأى أن المسجد قد امتلأ وأنه ضاق بأهله، وقد ورد أيضا أن بعضهم يعني حصب الباب بحصى، يعني ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانهم ومقامهم وانتظارهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج. فلما صلى الفجر بهم صلى الله عليه وآله وسلم أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن تفترض عليكم، يعني صلاة القيام في رمضان، فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. هذه هي الرواية التي جاءت مختصرة هنا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، هذا من كلام الزهري رحمه الله تعالى، وليس من كلام عائشة رضي الله عنها، وإنما هو من كلام الزهري. وتوفي أبو بكر رضي الله عنه والأمر على ذلك، حتى كانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فمر يوما في المسجد فوجد الناس تصلي بصلاة أحد القراء، فاستحسن هذا رضي الله تعالى عنه، ثم أمر بأن يجتمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه، فجمعهم على أبي حتى إذا خرج إليهم في ليلة ورآهم بهذه الصورة الحسنة قد اجتمعوا، قال: نعمة البدعة هذه، أو نعم البدعة هذه، نعم البدعة أو نعمة البدعة هذه. والمقصود بالبدعة هنا الأمر الجديد لغة، وليس الأمر المحرم أو الممنوع منه شرعا، فإن البدعة الشرعية لا تكون إلا مذمومة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. إذن أراد المعنى اللغوي بمعنى أنه أمر استجد مندرج في حكمه تحت حكم أو تحت أمر عام. وقد سبق وأن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، لكنه امتنع خشية أن يفرض عليهم أمر يشق عليهم، فلما انتفى هذا المانع لم يكن ثمة حرج في أن يجمع عمر رضي الله تعالى عنه المسلمين على إمام في صلاة التراويح، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك
على سنيتها واستحبابها. عقد الإجماع على سنيتها واستحبابها. ويستفاد من هذا الحديث الذي معنا أنه يندب قيام الليل ندبا متأكدا في رمضان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكر رمضان أن من قامه قام لياليه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في بعض روايات هذا الحديث وما تأخر. وابن حجر رحمه الله تعالى تعرض لهذا الحديث فجمع طرقه في كتيب تحدث فيه عن الخصال الموجبة للمغفرة من الذنوب المتقدمة والمتأخرة. وهنا استشكال، كيف يكون قيام رمضان مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة، والمتأخرة لم تقع بعد ولم تعلم؟ قال العلماء بأن يحفظ الله تعالى العبد من الوقوع في الكبائر، فإذا حفظ من الوقوع في الكبائر وقعت الصغائر بعدئذ مغفورة، لأن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ولأن الصلوات الخمس مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا حفظ العبد من الكبائر أو حفظ على الأقل من الإصرار على الكبيرة أو وفق إذا وقعت منه الكبيرة أن يستغفر وأن يتوب وأن يرجع، فإن هذا على هذا النحو يحقق قوله صلى الله عليه وآله من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن صلاة التراويح سنة مؤكدة بالإجماع، سنة مؤكدة بالإجماع. نقل ذلك النووي وغيره من فقهائنا رحمهم الله تعالى. إذن إذا أردنا أن نمر على بعض الأحكام التي تتعلق بصلاة التراويح، فإننا ذكرنا اسمها وذكرنا حكمها وذكرنا أن السنة فيها أن تؤدى في المسجد، أن السنة فيها أن تؤدى في المسجد، وقد وقع أيضا الإجماع على ذلك، بل ذهب أهل العلم إلى أن إقامتها في المسجد أفضل وأولى من أن تقام على هيئة الانفراد. فإذا أردت فصل مع إمامك حتى ينصرف من صلاته، فإذا انصرف من صلاته وكانت لك نية في أن تقوم بعده أو أن تصلي لنفسك فقم قبل أن تسلم وأتي بركعة تشفع بها ما صلاه وترا، ثم تنقلب إلى بيتك فتصلي ما شئت، تنقلب إلى بيتك فتصلي ما شئت، لكن لا تنصرف حتى ينصرف إمامك، فتكون بذلك قد كسبت أجر قيام هذه الليلة. ووقتها كما قلنا يبدأ من بعد دخول وقت العشاء الآخرة ويمتد إلى طلوع الفجر. وطبعا السؤال الكثير عن ركعات صلاة التراويح وما هو يعني العدد الذي تنتهي إليه صلاة التراويح. أولا الروايات في هذا تعددت وتنوعت، فقد ورد أنها 11 أو 13 أو 21 أو 23. والأئمة الأربعة وأتباع مذاهبهم قائلون بأن هذه الصلاة 20 ركعة، هذا بخلاف الوتر بواحدة أو بثلاث. وفهم بعض أهل العلم أن السنة في هذه الصلاة في رمضان وفي غير رمضان ما فهم من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. فمن قائل بأنها 11 ومن قائل بأنها 21 أو 23 ركعة. ثم إن القول الأوسط في هذا أن هذه الصلاة لا حد لها، ليس للقيام حد لا يزاد عليه، ليس للقيام حد
لا يزاد عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا يفتح باب التنفل مطلقا في صلاة الليل، شريطة أن ينصرف الإنسان إذا انصرف عن هذه الصلاة على وتر، أن يكون قد أوتر فختم صلاته بالوتر، هذا الذي يعني يتأكد منه الإنسان. ثم إن التزام 11 ركعة والتزام للمنقول عنه صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة أو من حكاية عائشة، فليس لدينا نقل من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما النقل الذي بين أيدينا ما حكته عائشة مما رأته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا إذا كان حاصرا مستقصيا لأحواله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يفيد السنية، فإنه يفيد السنية. أما إذا كان غيرها قد رأى شيئا آخر وعمل به فهذا يدل على التنوع في هذه السنية، فهذه السنة كما وقعت على الصفة التي نقلت أم المؤمنين وقع على صفات أخرى، أو فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الأمر في هذا واسع فصلى في زمن عمر رضي الله تعالى عنه هذه 20 ركعة. والخلاف يعني يطول ويحتد أحيانا في هذه المسائل، ولا ينبغي أن يقع في هذا خلاف. ثم إن السنة الأهم في هذا إذا كان الإنسان سوف يلتزم هذا العدد أن يلتزم أيضا الصفة التي كانت تصلى عليها صلاة التراويح، وقد قدمنا أنهم كانوا يصلون ركعتين فيحتاجون إلى الراحة، ولهذا سميت تراويح، فكانت صلاة التراويح ركعتين طويلتين، حتى إنه نقل أنهم رضي الله عنهم كانوا يعتمدون على العصي، فمن أراد أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي نقلت أم المؤمنين رضي الله عنها فليعتني إذن بطول القيام، وليعتني بطول القنوت، وليس له أن ينكر على غيره فيقول إنها إذا زادت عن 11 دخلت في حد البدعة عياذا بالله. وهل يفعل ذلك أصحاب رسول الله؟ وهل يتوافق على ذلك أهل العلم كابرا عن كابر؟ وأسلافنا الصالحون رضي الله عنهم يقولون بهذا؟ اللهم لا. إذن لو قال قائل إن العدد المسنون بناء على ما نقلت أم المؤمنين رضي الله عنها 11، فيقال وإن القيام المسنون هو القيام الذي يكون فيه هذا الإيه؟ هذا الطول الذي يستوعب زمانا طويلا من ليل رمضان. فإذا جمع الإنسان بين الاقتصار على 11 ركعة وإطالة الصلاة فقد جاء بالسنة من كل وجه. وبكل حال فإنه لا ينبغي أن يقصر الناس في صلاة التراويح عن ختم القرآن. قد نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يستحب ختم القرآن في رمضان باتفاق الأئمة، باتفاق أئمة المسلمين، وهذا يدلك على أن أدنى الكمال هو أن يقرأ جزء كل ليلة، أن يقرأ جزء كل ليلة، هذا أدنى الكمال بما نقله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من اتفاق أهل العلم على ختم القرآن في شهر رمضان، وأن التراويح إنما يعني شرعت على هذا النحو ليسمع الناس القرآن كاملا في صلاتهم، هذا معنى شريف يجب أن يرعى، لكن ليس هذا كما قلنا بواجب، ولكن إنما هو من المستحب في المستحب، يعني صلاة التراويح سنة مؤكدة ويستحب فيها أن يختم القرآن الكريم كما بينه طائفة من أهل العلم. أيضا يستحب الجهر فيها ولا يصلح أن تكون الصلاة سرية، لأن المقصود أن يسمع الناس القرآن، لكن طبعا الجهر والمخافة هو في النهاية من السنن في الصلاة. لكن نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على استحباب الجهر في صلاة التراويح. من فاته شيء من صلاة الليل له أن يقضيه، لكن الوتر لا يقضى،
له أن يقضيه، لكن الوتر لا يقضى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته حزبه أو ورده من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار 12 ركعة، 12 ركعة، وهذا يدل على أنه لم يكن يقضي الوتر، لم يكن يقضي الوتر، فيصلي شفعا بالنهار 12 ركعة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشرع القنوت في صلاة الوتر عند الجمهور، يشرع القنوت في صلاة الوتر عند الجمهور، على خلاف بينهم في تفاصيل أحكامه. عند الحنفية يذهبون إلى وجوب الوتر والقنوت فيه، وهناك من يستحبه، ومن هناك من يستحبه قبل الركوع، ومنهم من يستحبه بعد الركوع، ومنهم من يرى ذلك واسعا قبل الركوع أو بعد الركوع، وهم متفقون على استحباب رفع اليدين، متفقون على استحباب رفع اليدين وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخره، وأن يقال بعده سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع في الأخيرة أو يمد في الأخيرة، يمدهن ويرفع في الأخيرة صوته. إذن هذا ما يمكن أن نقوله في هذه العجالة تعليقا على هذا الحديث الذي فيه باب، الذي في باب فضل من قام رمضان. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى صفاته العلى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. ثم صنف البخاري رحمه الله تعالى باب التماس ليلة القدر في 7 الأواخر، باب التماس ليلة القدر في 7 الأواخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. ليلة القدر من القدر، والقدر أي الشأن، والمقصود بذلك ليلة الشأن العظيم أو القدر العظيم، فهي ليلة ذات قدر. لماذا؟ لنزول القرآن فيها. لماذا؟ لنزول الملائكة فيها. لماذا؟ لنزول الرحمة والمغفرة وأسباب البركة فيها، ولأن من أحياها كان ذا قدر عند الله عز وجل، فهي ليلة القدر بهذه الاعتبارات. وقد تكون ليلة القدر، ليلة القدر من باب أن القدر هو التضييق، فهي ليلة ضيق في أمرها. كيف ضيق في أمرها؟ بأن أخفيت، ضيق في أمرها بأن أخفيت، فالقدر يطلق على التضييق، ومن قدر عليه رزقه، يعني ومن ضيق عليه رزقه، فهي أيضا أخفي شأنها وضيق على الأمة فيها، أي في تعيينها وبيان عينها. وطبعا سيأتي معنا الحديث، وهو حديث أبي سعيد الآتي، وفيه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف يلتمس ليلة القدر، فجاءه جبريل يقول له: إن الذي تطلب أمامك، يعني ليست في 10 الأول. ثم اعتكف في 10 الأوسط، فجاءه فقال: إن الذي تطلب أمامك.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتكف العشر الأوسط من رمضان أن تحل هذه الأخبية التي اعتكف فيها واعتكف معه فيها أصحابه رضي الله تعالى عنه، وكانوا أيضا هم مشغولون بأن يعرف أن يتعرفوا إلى هذه الليلة وأن يصلوا إلى عينها حتى ينالوا أجرها. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي خير في عبادتها أو خير في ثواب عبادتها من عبادة ألف شهر. فهذا مما كان يتحراه ويتلمسه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم لما خفيت بسبب ما وقع، وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها، على الأقل عرف عينها في تلك السنة، على الأقل عرف عينها في تلك السنة. ثم إنه استيقظ على نزاع، يعني في نومه الذي رأى فيه هذه العلامة أو عينت له صلى الله عليه وسلم بعلامة، استيقظ بأحد أمرين، إما أن بعض أهله أيقظه أو أنه استيقظ على نزاع وتلاح وقع في المسجد بين اثنين من صحابته رضي الله تعالى عنهم، فخرج يحجز بينهما صلى الله عليه وسلم واشتغل بذلك فكان أن نسي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان قد رآه في منامه من تعيينها، فقال مخبرا: إني أريت ليلة القدر، أي في منامي، ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. إذن عين لهم عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر، لماذا؟ لأنه اعتكف في الأول وفي الأوسط يطلبها، فقال له جبريل: إن الذي تطلب أمامك. ثم إنه أمر بحل الأخبية بعد أن اعتكف هذه المدة، فلما قال إن الذي تطلب أمامك، أمر بضرب خبائه مرة أخرى يطلبها بالاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أننا نلتمسها في العشر الأواخر. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم بما لهم من صلاح الحال والقلوب كانوا يتراءونها في منامهم ويخبرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما كانوا يرون، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. يعني كل يأتي فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى أنها ليلة كذا أو أن علامتها كذا، فرأى أن هذه الرؤى تجتمع مع العشر في تعيين السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: فليتحرها في السبع الأواخر. سبع الأواخر اختلف فيها كيف تحدد، فمن قائل بأنها من ليلة 22 إلى 28، ومن قائل أنها من أول ليلة 21، ومن قائل بأن السبع الأواخر من جهة آخر الشهر لا من جهة أوله، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر. فمن التمسها في العشر الأواخر أدركها، لماذا؟ لأنه ذكر السبع الأواخر، والسبع الأواخر جزء من العشر الأواخر، فكأن من اعتكف العشر الأواخر أدركه، ولأنه ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بتحريها في الأوتار في 21 و23 و25 و27 و29، ثم إنه أمر بأن تلتمس في 9 بقين و7 بقين و5 بقين، وهذا يعني العد من الجهة الأخرى وهي من جهة آخر الشهر، فما كان من أول الشهر زوجا فهو من آخر الشهر يكون فردا، وعليه فأنت لا تستطيع أن تصل إلى شيء من الجزم في هذا الأمر إلا أن العشر الأواخر هي مظنة إصابة وتحري ووقوع ليلة القدر لمن كان متحريا حصولها له. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. هذا يدل على أن للتلاحي وللتخاصم أثرا سلبيا، وربما ترتبت عليه عقوبة بأن يحرم الإنسان الخير، وقد وقع هذا غير مرة في السنة، أن يقع التلاحي فيرتفع الخير، ويحصل النزاع فيرتفع الخير، وهذا من هذه المرات التي وقع فيها هذا الأمر. قد تلاحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته لما قال اتوني بكتاب أكتب لكم، فوقع شيء من نزاع وأخذ ورد، هل نأتي بكتاب أم النبي صلى الله عليه وسلم مريض، هل نتركه يرتاح، إلى آخر ما وقع. فقال لهم صلى الله عليه وسلم قوموا عني أو ارتفعوا عني. يقول بعض الصحابة الرزية كل الرزية في محالة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما أراد من الكتابة. على كل حال لم يفت شيء من الدين حين قال صلى الله عليه وسلم ثم نسيتها وأنسيتها، لم يفتنا شيء من البلاغ الذي أوجب الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغه، فالدين قد بلغ تاما كاملا مكملا، وما قدره الله تعالى من النسيان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأمر القدري لم يمتنع معه أن يصيب المسلمون ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مظانها فقال التمسوها في العشر الأواخر، ولأن هذا الأمر من جهة خير، حيث إن كل من التمسها فقام العشر الأواخر جميعا فقد حصلت له وقد وقعت له بإذن الله تبارك وتعالى، مع أن الخلاف قد طال في مسألة تحديدها ومعرفة عينها، لكن من جهة أن العبد إذا قام الليالي العشر الأخيرة تكون خيرا له من أن يقوم ليلة القدر فحسب، لأنه إذا قام ليلة القدر فحسب لم يحسب له من الأجر والفضل إلا هذه الليلة، أما إذا قام العشر فإنه يقوم ليلة القدر ويقوم معها تسع ليال أخرى، وكلها ليال فاضلة، وكلها ليال مباركة، وكلها ليال أمر بقيامها وحث على قيامها. النبي صلى الله عليه وسلم في سنتها قال وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت. مطرت يوم كم؟ يوم 20. مطرت السحابة يوم 20، لأنه كان انتهت العشر الأوسط وحلت الأخبية ورجعوا، فمطرت يوم 20 حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، يعني لم يكن محكما بحيث إنه يمنع المطر الشديد إذا أصاب السقف، فصار السقف يقطر ماء والماء يسقط على الأرض. قال وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين الذي أخبر به أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين. قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث حديث عظيم فيه استحباب الاجتهاد في العبادة، وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تحريها في مظانها وأوقاتها، فالعبادة مواسم، كما أن الدنيا والحياة وعمر الإنسان بجملته موسم للعبادة والطاعة، إلا أنه في أيام مخصوصات وفي مواسم ومناسبات يكون هذا آكد ويكون هذا أشرف لشرف الزمان أو لشرف الزمان والمكان، فشرف الزمان هو رمضان، وشرف المكان هو حرم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المسجد الأقصى بعد مسجد مكة المسجد الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهتبر فرص العبادات ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم عني بالعبادة في العشر الأواخر ما لم يعنى بمدة أخرى من الزمن. وقد أفاد أيضا استحباب الاعتكاف، وقد أفاد أيضا أن رؤيا الأنبياء حق، واستفاد أيضا أن هذه الرؤى يترتب عليها من الأحكام ما هو حق بيقين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دعا وندب إلى هذا علم أصحابه
الصبر على العبادة والمواظبة عليها والثبات فيها، وعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم الجد في طلبها. ولهذا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره، كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ وأحيا ليلة وأيقظ أهله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. البخاري رحمه الله تعالى عاد فعقد هذا الباب للنظر في تحديد هذه الليلة وتحريها وما هو آكد الأقوال فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، يعني ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. تأمل هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أنها إذا عدت من آخر الشهر وكان الشهر ناقصا فإنه يختلف ترتيبها إذا عدت من أول الشهر، أي من جهة أول الشهر. لهذا عني العلماء رحمهم الله تعالى بأن يضعوا العلامات وأن يجمعوا العلامات التي تعرف بها الليلة، ما دام أن الخلافة قد احتد واحتدم، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنسيها، وما دام أنه لا سبيل إلى تعيينها على وجه القطع واليقين، فكيف نميزها بعلاماتها؟ ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها علامات، بعض هذه العلامات صحيح وبعضها يعني صحيح بمعنى أنه ورد في أحاديث صحيحة، وبعض هذه العلامات استنبط استنباطا فهي محل أخذ ورد ونظر بين العلماء. فمن الصحيح ما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، لا شعاع لها. ولأحمد أنها تخرج مثل الطست، يعني مستديرة، مستديرة بيضاء، في رواية صافية يعني لا شعاع لها، مستديرة مثل الطست لا شعاع لها، وفي بعض الروايات حمراء ضعيفة، في بعض الروايات حمراء ضعيفة. ووصفت ليلتها، يعني هذا وصف لصبيحتها، ووصفت ليلتها بأنها ليلة صافية هادئة بلجة، فيها السكينة، فيها الاستنارة، فيها حال من الخشوع والسكون والهدوء. بعضهم قال فيها ريح ومطر، لكن هذا مأخوذ من الليلة التي وافقت ليلة القدر في زمنه أو في السنة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من صفاتها أن الملائكة يتنزلون فيها، وأن هذا التنزل تنزل كثير لا يكون كسائر أيام أو ليالي العام، فهذا تنزل مخصوص. لهذا روي أن الملائكة في تلك الليلة تكون يعني أكثر في الأرض من عدد الحصى، هكذا روي من حديث مرفوع أخرجه ابن خزيمة. وقيل إنها بما أنها سلام فإنه لا يقع فيها داء ولا ينزل فيها بلاء ولا يحصل فيها طاعون. وحكى بعضهم أنها أن الأشجار فيها يعني تكون على حالة من السجود والخضوع لله تبارك وتعالى. إذن على هذا، هذه هي العلامات التي ذكرها العلماء، كما قلت بعضها ثبت في الحديث الصحيح وبعض ذلك روي من طرق فيها تأمل، فيها تأمل ونظر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم فقال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، يعني ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: في تسع يمضين أو سبع يبقين، هكذا التعبير. ومن هنا بسبب الاختلاف الشديد والكثير وقع للعلماء أقوال كثيرة في تعيين ليلة القدر. ابن حجر في الفتح عد أقوالا كثيرة زادت عن 40 قولا،
من هذه الأقوال أنها رفعت لم تعد موجودة. لماذا؟ للتلاحي الذي وقع وللخصومة التي وقعت، وأنه صلى الله عليه وسلم أنسيها فكأنها رفعت من الأمة. ومنها أنها كانت خاصة بسنة واحدة، تلك السنة التي أنسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أي من هذه الأقوال أنها تدور في العام بأسره، يعني أنها ليلة من ليالي السنة من غير ارتباط بشهر رمضان ولا بغيره، فهي ليلة شائعة في العام بأسره. ومن هذه الأقوال أنها تدور في الشهر فقط، في شهر رمضان بأسره، كما ورد أيضا أنها في العشر الأواخر وهي في الأوتار وهي في سائر ليالي العشر، يعني في كل ليلة من ليالي العشر. هنا قول في 21 و 22 و 23 و 24 إلى نهاية الشهر، حتى قال بعضهم منها آخر ليلة في رمضان، ثم عاد بعضهم فقال بل هي ليلة 17 وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن، وهي الليلة التي وقعت فيها غزوة بدر، وهي الليلة التي كذا. فوقع بعض الناس اجتهادا فقال بسبع عشرة، ومنهم من قال بستة عشرة، ومنهم من قال بتسعة عشرة، إلى آخر هذا، أقوال كثيرة جدا. لكن أهم هذه الأقوال نذكرها باختصار، أنها ليلة 27، وهذه أرجى الليالي وآكد الليالي وأقرب الليالي، وهذا هو الجادة من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو رواية أيضا عن الإمام أبي حنيفة، وجزم بذلك بعض الصحابة وحلف على ذلك بعض الصحابة كأبي بن كعب. فأبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27، وحكاه أيضا بعض الشافعية. فكثير من فقهائنا إذن يذهبون إلى أن أرجاها وآكدها وليلة 27، ويقول هذا بعد أن يقول إنها في العشر الأواخر، إنها في الأوتار، وآكدوا الأوتار ليلة 27. ومن الأقوال المهمة أيضا أنها في أوتار العشر الأخيرة من غير تعيين، يعني هي مبهمة في هذه الأوتار وهي تتنقل في هذه العشرة الأخيرة في أوتارها. ومن الأقوال القوية أيضا أنها تتنقل في العشر الأخيرة بإطلاق، سواء كانت في ليلة وترية أو في ليلة غير وترية. إذن هذا لا نطيل بذكره ولا نكثر، لكنها أقوال كثيرة ذكرها العلماء، حتى أن ابن حجر أوصلها إلى أكثر من 46 قولا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذه صفته صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، شد مئزره، قالوا هذا كناية عن ترك الجماع. إذا شد مئزره فلم يحل مئزره، يعني أنه امتنع أو اعتزل نساءه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في العشر الأواخر يمتنع عن إتيان النساء تفرغا منه لربه تبارك وتعالى، تفرغا منه لطاعة الله جل في علاه. وأحيا ليله، يعني عمر الليل كله، لأنه في العشرين الأول يخلط الليل بقيام ونوم، ينام ويقوم في العشرين الأول، فإذا دخلت العشر الأخيرة لم ينم فيها صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لم يرى إلا يقظانا في هذه العشر الأواخر. هذا معنى أحيا ليله، بين أن يكون تاليا لكتاب الله أو صافا قدميه في الصلاة. قالت: وأيقظ أهله، يعني لا يكتفي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصلي هو وهو بمعزل عن أهله، بل يعتني بأهله أن يقوموا كقيامه، وأن يتعبدوا كعبادته، وأن يتبتلوا إلى الله عز وجل كتبتله صلوات الله وسلامه عليه. ويلوح لك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم
أنه في ختام العبادة وفي نهايتها أنه ينبغي الاجتهاد فيها. فهو في العشرين الأول يصلي وينام، يصلي وينام ويذهب ويأتي. أما إذا دخلت العشر الأواخر فإنه يعتكف في المسجد، هذا أولا، ثم يترك النساء ثانيا، ثم يهجر المنام ثالثا، كل ذلك تفرغا وعناية واحتفاء بأن يختم عبادته في شهر رمضان على أكمل أحواله وعلى أحسن أحواله. وهذا مما ينبغي أن يتنبه له الإنسان إذا دخل في عبادة طويلة لها أول وآخر، أن يكون آخرها أفضل من أولها، ليكون مؤتسيا ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي علم فقال: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فيطلب الجزاء الأوفى من ربه بأحسن حالة يختم بها العمل. فلعله إذا ختم له في شهر رمضان بتمام الاجتهاد في عبادة الله أن يوفى أجره في سائر الشهر بما يوفاه في آخره، فيكون هذا مدعاة لتمام ثوابه وكمال فضل الله تبارك وتعالى. إذن العشر الأواخر مظنة الاجتهاد في طاعة الله، مظنة إصابة ليلة القدر، مظنة الاعتكاف، مظنة التبتل والتفرغ لذكر الله عز وجل، والانقطاع عن كل شاغل وصارف يصرف عن الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث أو من التعليق على أحاديث كتاب صلاة التراويح. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا، وأن يجعل هذا عتق رقابنا ومغفرة ذنوبنا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، والحمد لله.